طب خلينا نتكلم عن اللي جاي. تعرفين طبعا النادي الاهلي خلاص يقفل اللي بعده، فخلينا نفكر في اللي بعده. اول بطوله عندنا ايه؟ احنا ان شاء الله الاول مسافرين مع المنتخب، عندنا بطوله افريقيا يوم الاثنين اللي جاي في الكاميرون. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله اول ما نرجع منها غالبا هيبقى اول حاجه الدوري. كم 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 حد كم لعيبه منا مسافرين ان شاء الله؟ من الاهلي ثلاثه. مين؟ انا ومروه وهنا. وهل انتوا الثلاثة مسافرين مع منتخب مصر بطولة افريقية في الكاميرون، دي مؤهلة لشيء ولا بس لقب؟ لا كانت بتبقى مؤهلة لكأس العالم، بس بقت دلوقتي يعني لقب عشان السنة دي لغوه عشان ما فيش وقت قوي. طب هو كأس العالم امتى المفروض؟ اتلغى السنة دي. بس هي دلوقتي بطولة شرفية. ايوه يمكن عشان كورونا وعشان طب انتوا عارفين رايحين، عارفين الفرق الجامدة ايه، الوضع ايه، ولا برضه هي نيجيريا اللي بتبقى اقوى هي فرق؟ في الاغلب في افريقيا هي بتكون نيجيريا اقوى ناس يعني. الحمد لله احنا لما بنلعب مع الجزائر او تونس او كده بنقدر ان احنا نكسب. يمكن ماتشات نيجيريا حتى في الفرق بيبقى بالنسبة لنا الفاينل معاهم هو الاصعب ماتش يعني. طب وخليني برضه اتكلم انه كم يعني احنا كمنتخب بنسافر بكم لعيبه؟ يعني المنتخب بيبقى قوامه خمسه مثلا ولا ستة. بيبقى اكتر؟ احنا مسافرين المره دي سته. وثلاثه من النادي الاهلي. طب الثلاثه التانيين منين؟ في يسرى كانت لاعبه معانا في نادي الاهلي، بس هي راحت دلوقتي جزيره الورد. جزيره الورد وفرح عبد العزيز لعيبه الزمالك، ودينا مشرف طبعا هي خلاص احترفت بره، بس هي كانت برده بنت الاهلي اكيد. بس هتلعب مع المنتخب. هتلعب مع المنتخب. بتتفرجوا على دينا وبتشوفوا ماتشاتها يا ساره؟ طبعا بره بتشوفوها على اليوتيوب وبتشوفوا بتعمل ايه وبتاع. نفسكم تبقوا زيها؟ طبعا ان شاء الله. نفسكم يعني لو حد جاله فرصه يحترف تروحوا؟ اكيد فعلا. اصل خلي بالك برده بيبقى ايه الموضوع صعب شويه بالنسبه للبنات. البنات يقول لك لا، مش صعب على البنت نفسها، الاهل ممكن يقول لك لا روحي وبتاع، ممكن البنت تقول لك لا واسيب بابا واسيب ماما وبتاع. بس انتوا عادي بالنسبه لكم تروحوا صح؟ طب خليني اقول انه البطوله العربيه اللي احنا خدناها انجاز كبير طبعا، الرقم بطوله رقم 19 واللقب والكلام ده كله حلو قوي، كلام جميل جدا. بس اكيد الواحد عايز يتحدى نفسه. يعني ايه؟ يعني احنا رحنا البطوله خدنا الالقاب لعبنا فرق، بس اكيد كل واحد على المستوى الشخصي عنده طموح مش بس القاب البطوله. يعني نشوف كده طموحات كل حد وازاي هيتحدى نفسه. ابتدي بيك يا ساره، ايه قولي لي طموحاتك ايه وتحديكي نفسك ايه؟ هنا في مصر يعني انتوا عارضين حاجه، دي لحظات دخول من المطار دي يا جماعه، معلش انا مش شايف المونيتور مات. دي وانتوا داخلين واصلين مطار القاهره. كنا في استقبالكم وحاولنا طبعا ناخد اللقطات وصلنا. طب خلينا اتكلم يا ساره معاكي، ارجع لسؤالي، طموحاتك ايه؟ ايه اللي بتفكري فيه؟ اولمبياد 2024. اولمبياد عايزه تروحي؟ ان شاء الله. الدنيا يعني تهيألي الميديا والاعلام وبتاع وطوكيو اتغطت بشكل حلو، ففتحت نفس اللعيبه كلها. فانت حابه التارجت بتاعك اكون في طوكيو 2024، ومش بس تمثيل. انت عايزه تروحي طبعا احسن التصنيف الدولي. ان شاء الله يعني ان شاء الله، واشارك في بطولات دوليه اكتر ومعسكرات بره ما شاء الله. طب هنا ان شاء الله يعني هدفي ان انا اعمل كويس في بطوله افريقيا، يعني اعمل احسن حاجه اقدر اعملها. ويعني كمان بطوله مصر اول لما نرجع هيبقى في زي ما هم قالوا الدوري، وان شاء الله يعني هيبقى ماتشات اللي هي في الاول مجاميع وكده، فان شاء الله يعني كله يبقى سهل. ويعني هدفنا اكيد السنه دي الاهلي برضه ياخدها تاني. عندك بطولات؟ بطولات دوليه من وقت للتاني. انا اول لما ارجع من افريقيا على طول ان شاء الله عندي بطوله في البرتغال، وهدفي برضه ان انا اللي فاتت نفس البطوله اخدت بطوله طبعا للسيدات يعني. لا دوليه 15 19 سنه. لا اللي قبليها كنت واخده 15 سنه، فهدفي ان شاء الله ان انا اخد بطوله جايه 15 19 ان شاء الله. انت هتشاركي في 19 كمان؟ انا بس شاركت في قبليها في 19 بس خسرت على الاربعه. طب وانت يا ساره برضه عندك حاجه، عندك اجنده، حابه تفكري تشاركي دوليا ولا؟ طبعا بفكر اشارك دوليا. قبل كده كان معسكرات طبعا اهم بالنسبه لي. صحيح. طب وليه يا مريم برضه نفس الكلام؟ يعني هل عندك يعني طموحات ان انت تشاركي عالميا، تروحي بطولات عالميه، عندك اجنده عايزه تعمليها، خاصه ان الموضوع ده اتفتح وبقى بالتطعيم بتقدر تسافر عادي؟ ما بالظبط الاول يعني عايزين نركز في انا ومروه ان شاء الله في بطوله افريقيا، عايزين نعمل حاجه يعني ان شاء الله ندخل فيها لانها اول بطوله افريقيا لينا كسيدات، فعايزين نعمل فيها حاجه كويسه. وبعدين نرجع لو في بطولات هنا في مصر سواء جمهوريه او الدوري ان شاء الله ناخده. وبعد كده لو في فرص ان في مفروض بطوله في قطر، فان شاء الله لو دي بطوله دوليه مش يعني مش مؤهله حاجه، بطوله دوليه لا يعني. لا هي بس بطوله دوليه. فلو في فرصه ان شاء الله نقدر نروح ان احنا نسافرها ان شاء الله ونعمل فيها حاجه كويسه، لان البطولات بره الاحتكاك فيها بيبقى مختلف تماما. فبالنسبه لها تبقى حاجه حلوه. وبعد كده نكمل بقى في البطولات زي ما هي جايه، وان شاء الله نستعد ان احنا نسافر اولمبيكس يا رب ان شاء الله باريس 24 ان شاء الله.